متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير لكم. نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. الأجواء هذه الليلة تبقى غير مستقرة بعض الشيء في بعض الأجزاء، لا سيما المناطق الشمالية الشرقية، بعض الأجزاء الشرقية للمملكة، بعض المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والأجزاء الجنوبية الغربية للمملكة. هناك فرص لزخات خفيفة غالبا من الأمطار في العاصمة الرياض، ودرجة حرارة صورة 16 درجة مئوية. نهار يوم غد يستقر الطقس تدريجيا في شمال ووسط وأيضا غرب المملكة. تبقى فرص الأمطار غدا قائمة في السواحل الشرقية للمملكة بما فيها الدمام، بالإضافة لمرتفعات جنوب غرب المملكة التي ربما تتعرض لبعض الأمطار الرعدية أحيانا في ساعات ما بعد الظهر. أما بحلول ساعات ليلة الخميس على الجمعة فيستقر الطقس تماما في أغلب المناطق. درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا والصغرى ليلة الخميس على الجمعة سنبدأها شمالا من سكاكا 18 إلى 6، العرب 17-5، في تبوك 18 إلى 7 درجات مئوية. غربا تكون في مكة المكرمة 30-20، 27-22 في جدة مع رياح نشطة، 23 إلى 14 في المدينة المنورة، 22 إلى 11 في الطائف. جنوبا تكون في جازان 29 إلى 26 مع فرص لأمطار رعدية، كذلك أمر في أبها من 20 إلى 12، كذلك أمر في الباحة أمطار رعدية محتملة خاصة بعد الظهر من 15 إلى 11 درجة مئوية. غبار وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الشرقية في الإحساء 21 نهارا 12 ليلا، 22 إلى 12 في الدمام مع فرص للأمطار، 16 إلى 8 في حفر الباطن مع تراجع فرص الأمطار والأجواء غائمة جزئيا. في العاصمة الرياض الأجواء تكون أكثر استقرارا 23 إلى 10، 19 إلى 7 في بريدة، وفي حائل من 15 إلى 4 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم الغد. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.